السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن حبكم جميعا في الله. النهاردة إن شاء الله هنكمل باقي التجربة بتاعتنا الغريبة. حطينا طبعا كوكتيل تحت الفيشر والبيض فقس بفضل الله. هنشوف الدنيا فيها إيه. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. النمو شغال زي الفل، والزغاليل الكوكتيل واكلة، والزغلول الفيشر واكل. بسم الله ما شاء الله. وعايزين نشوف بقى البتين اللي فوق اللي احنا حاطينهم تحت الرز الكريمي عملوا ايه؟ نرجع لكل تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، المفروض هم كانوا منقرين امبارح، المفروض النهارده يتقسوا. بسم الله بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. فقسوا زي الفل اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ده كده الكبير اللي حضراتكم شايفينه ده اهو، الكبير ده ده رز لاتيني، والصغيرين دول اللي هم فيهم مش كتير دول، دول الفروخ بتاع الكوكتيل. بسم الله ما شاء الله. احنا طبعا عاملين تجربه، وهو المفروض ده نوع وده نوع، والمفروض كمان ان الفيشر او الرز ما بيحضنش عصافير الكوكتيل او فروخ الكوكتيل، بس احنا بنعمل تجربه ولحد سن يعني كوكتيل كده كده هيكبر وحجمه هيتضخم بسرعه. يعني زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في الصوره فرخ الرز كبير، عشان ده مفقوس مثلا بقاله 3 4 ايام، اما الكوكتيل لسه مفقوس امبارح وبدا كمان جسمه يفور بسرعه وبدا يجيب الجسم بتاع الفرخ الروز. فهل يا ترى في المستقبل اول ما الكوكتيل ينمو ويكبر حجمه جامد جدا، هل الروز اللي الكريمي هياكل ولا هيمتنع عن التاكيل؟ كل ده طبعا هنشوف في الفيديوهات القادمه، وهندخل يدوي تاكيل يدوي لو حصل في الامور امور. مش عايزين نسبق الاحداث، وعايزين نتابع مع بعضينا ونشوف التجربه ديت ناجحه ولا لا. طبعا كان قبل كده في فيديو حد من حبيبنا في القناه كان سالني ينفع نحضر الكوكتيل تحت البادجي، انا قلت له لا طبعا. البادجي مختلف شويه عن الفصائل ديت، الفصائل ديت بتاكل كتير وبتاكل كتير، اما البادجي يعتبر ضعيف والسلاله بتاعته منعزله تماما عن السلالات دي. فاحنا دلوقتي بنعمل تجربه كوكتيل تحت روز وتحت فيشر، وان شاء الله هنشوف التجربه دي معانا هيحصل فيها ايه، وهنشوف مدى التطور في الايام اللي جايه باذن الله. هنسيب دول ونرجع للي فقسوا قبل كده، اللي هو الجوز الفيشر اللي هو البلو ماسك. طبعا في بيضه ثالثه اهي. طبعا احنا يعني ايه، انا لسه ما عايز اشوفها، بس لقيتها امبارح عمرانه فقلنا نسيبها، ممكن يكون لسه وقتها ما جاش. تمام. طبعا في فرد اللي هو البلو ماسك، ده فرد صغير، وعندنا اتنين كوكتيل. الاتنين الكوكتيل تفوقوا في الحجم فعلا عن الفرخ البلو ماسك. وطبعا الحجم بتاع الكوكتيل كل يوم بيزيد اكبر، واحنا الحمد لله متابعين وبنشوف ان الجوز ده اللي هو البلو ماسك ده بياكل، يعني بياكل كويس مفيش مشكله، ومهتم بيهم اكنهم صغاره بالظبط. فيا ترى هل التاكيل بتاعه هيفضل كده لحد ما الكوكتيل يكبر وياخد حجم كبير اكبر من الاهالي ذات نفسها؟ ده برضو هنتعرف عليه في باقي الفيديوهات الجايه. عايزين بس كده، انا عايز اطلع لكم زي المره اللي فاتت، عايز اطلع لكم فرخ الفيشر وفرخ الكوكتيل، ونشوف ان هما الاثنين واكلين، يعني هما الاثنين الحوصله بتاعتهم مليانه ولا لا. تمام. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. شوف الفرق جامد قوي، حتى فرق في الجسم. شوف دوت الريش بتاعه عامل ازاي، وشوف ده الريش بتاعه عامل ازاي. طبعا الكوكتيل الريش بتاعه كثيف ولونه اصفر، اما دوت الريش بتاعه خفيف شويه ولونه مش اصفر. طبعا لما نيجي نبص على المنقار كده اهو، دي كده تجربه، وان شاء الله تنجح معانا التجربه دي، ونشوف مدى حنيه الرز في تاكيل الفروخ الكوكتيل اهو. تمام. شايف الفم مختلف تماما ازاي. طبعا الكوكتيل مشهور ببقه بعظم فمه الكبير وراسه المدببه، اما الروز اما الفيشر فشايفين عظمه اصفر لسه صغنن، يعني شكله جميل جدا سبحان الله خالص. طيب عايزين نبص كده على الحوصله. الكوكتيل واكل اهو، الكوكتيل واكل بسم الله ما شاء الله، وهنا الفيشر واكل زي الفل. طيب يعني كده مهتمين بالاثنين زي الفل. طيب ندخل بقى الاثنين كده عشان ما يبردوش، ونقول ان شاء الله خيرا ونستبشر خيرا
وان شاء الله زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه تفاءلوا بالخير تجدوه. كده احنا رجعناهم مكانهم عشان البرد، وان شاء الله خيرا باذن الله. التجربه حلوه، التجربه حماسيه، التجربه فيها شوق ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل في الايام اللي جايه، وكل ده طبعا عشان نقدر يبقى عندنا خبره زياده وخبره اكتر في ازاي ان احنا نتصرف لو جوز الكوكتيل لا قدر الله فقس وتوفى، او فقس وطار، او فقس وترك الفروخ. لازم يبقى عندك دايما وانت ولازم وانت عندك لازم دايما يبقى عندك حلول بديله وانت بتربي طيور الزينه، لان انت ممكن في اي لحظه يحصل عندك ظرف طارئ، فبناء عليه يبقى فيه فروخ في عهدتك، لا اما تاكلها يدوي، لا اما تحضنها زي ما احنا محضرين كده، لا اما تتعامل معاها، بس اهم حاجه تحافظ عليها عشان هي روح هنسال عليها يوم القيامه. وزي ما قلت لحضراتكم تربيه طيور الزينه متعه كبيره جدا جدا، ويا بخت اللي بيحب الطيور اللي هو بيربيها. الطيور هتبقى معاه منتجه وهيعرف يتعامل معاها بسهوله، وكمان هيتمتع بتربيتها. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. هوريكم دلوقتي اهو ادي الاهاليه، بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، اللهم زد وبارك. ده البلومه، الوان جميله جدا جدا، بسم الله ما شاء الله. طبعا دول مطلعين واحد، والروز الكريمي اللي هو فوق مطلعين واحد زي ما وريت لحضراتكم. وان شاء الله باذن الله الايام اللي جايه هنباشر وهنشوف مدى التقدم ومدى نمو الكوكتيل تحت الروز وتحت الفشر، وان شاء الله خيرا وربنا ييسر الحياه. معلومه بسيطه كده قبل ما انسى، طبعا أنا الحمد لله ربنا يسرها عندي، ولقيت ان بيض الكوكتيل مناسب جدا جدا في توقيت بيض الفيشر والروز، وعشان كده تم التحضين بنجاح. طب انت لو حصل عندك الموقف ده، وان كوكتيل مثلا امن على الفروخ بتاعته قبل ما تفقس بيومين ثلاثه، وللاسف ما عندكش حاجه تحضن تحتيها البيض، هتعمل ايه؟ يبقى ساعتها لازم تبدا تتعامل يدوي. يدوي يعني تخلي البيض ده تحت اي حاجه تديهم حراره لحد ما يفقسوا اي حاجه، وبعد كده تاخد البيض ده تاخد الفروخ اول ما تطلع من البيضه وتبدا تاكلها انت يدوي. طيب انت طبعا الفروخ اول ما بتطلع من البيضه بتحتاج فيتامينات عاليه، وتحتاج تاكيل جيد جدا جدا زي الاي 21 المستورد، واحنا قلنا الاي 21 دوت غالي جدا، فاحنا نستعمل اللي هو التاكيل اليدوي اللي احنا شغالين بيه المهو المحلي اللي هو مستر ماكس، وبندعمه بوضع بعض الفيتامينات عليه واحنا بناكل. يعني ممكن نحط عليه زي ما شفتوا حضرتكم قبل كده في الفيديو اللي فات، ممكن نحط عليه نقطتين جروفيت، نقطتين الف دال 3 هي، نقطتين املاح معدنيه، يعني اي حاجه من دول كل مره بنحط حاجه. فاحنا هنحط الفيتامينات على التاكيل اليدوي زي ما احنا اتكلمنا، اللي هي الاربع فيتامينات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي الجروفيت والالف دال 3 هي والاملاح المعدنيه، والحاجات ديت مهمه جدا جدا. طب احنا تحطها ازاي؟ ممكن تحطها بالترتيب، يعني مثلا مره تدي جروفيت، يوم ثاني تدي الف دال 3 هي، يوم تاني تبدا املاح معدنيه، بحيث ان انت تخلي الفروخ من عندها كل العناصر الغذائيه اللي محتاجها جسمها، عشان ما تطلعش الريش بتاعها مقصف ولا يطلع ضعف في النمو بتاعها. اما الجزء الثاني اللي هكلم حضراتكم فيه موضوع التدفئه، وده مهم جدا جدا طبعا في التاكيل اليدوي. طبعا موضوع التدفئه دوت ممكن يعني انت لو عندك فرخه ولا اثنين ممكن تستعمل اللي هو يعني علبه صغيره وتخرمها زي ما انا كنت موريكم في الفيديو اللي فات. طبعا لو عندك مثلا اكتر من اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته، ممكن ساعتها بقى تبدا تتصرف في الموضوع اوسع شويه. ايه هو؟ ممكن نجيب سلاكه صغيره او شياله صغيره وبارضيه سلك، وبعد كده نبدا ندعمها بشويه نشاره ولا حاجه في الارضيه، وبعد كده نبدا نعلق الامضه مثلا سهاري اللي هي مثلا 60 واط، هتدخلهم حراره خفيفه بحيث ان هنا الحراره ما تبقاش زياده قوي، وتعمل لهم تدفئه مناسبه، واللمبه دي تفضل مولعه معاهم طول ما درجه الحراره منخفضه. طبعا انت بتاخد فترات الليل درجه الحراره بتبقى واعيه جدا جدا، فلازم تخلي اللمبه اضاءه موجوده باستمرار عشان خاطر التدفئه. طبعا كل ما تاخد الفروخ تطلع تاكلها وتردها تاني المكان، بحيث ان انت تخلي درجه الحراره دايما مرتفعه، لان الفروخ في السن ده بتحتاج درجه حراره
يعني ما تزيدش عن 36 درجه مئويه وما تقلش عن 30 درجه مئويه طول ما هي فتره اللبن. وطبعا تهتم جدا جدا زي ما قلت لحضراتكم بوضع الفيتامينات مع التاكيل اليدوي علشان خاطر النمو السليم للفروخ وان شاء الله خيرا. وديت معلومات لازم حضرتك تكون ملم بيها عشان ممكن تحصل عندك في اي وقت ظرف من الظروف دي، يعني يطلع عندك فروخ وانت ما تلاقيش اهالي ليها وانت تضطر تاكل يدوي، فلازم يكون عند حضرتك المعرفه والعلم بالتاكيل اليدوي وطرق التدفئه وطرق التاكيل ووضع الفيتامينات عشان خاطر حضرتك مفيش حاجه تقع منك. تحياتي ليكم وان احبكم جميعا في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.